إنجاز عمله فريق بحثي في جامعة جنوب الوادي. طيب عملوا إيه؟ قدروا إن هم يحولوا، خد بالك بقى، مخلفات الأسمنت لثروة على المستوى العلمي والاقتصادي. ايوه ازاي يعني يا عم يوسف؟ يعني انا مش هعرف اشرح لك التفاصيل، لكن قدروا يخلقوا شكل من اشكال الطفرات في بحوث انتاج مواد نقيه من المخلفات، يعني من العكس الى العكس، من المخلفات الى مواد نقيه. معانا على التليفون الدكتوره صفاء النحاس، الاستاذ المساعد في الكيمياء الفيزيائيه بكليه العلوم جامعه جنوب الوادي فإنا، واحدة من أعضاء هذا الفريق البحثي من العلماء المصريين. أهلا بحضرتك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي الصحة؟ حضرتك يا يوسف؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله. يا بختنا ويا بخت مصر بعلمائها بصراحة. الله يخليك، الله يكرمك، الله يكرمك. والنبي يا دكتور صفاء، أنا راجل ماليش في العلم، أنا راجل على قد حالي. فاشرحي لي أنا والمشاهدين اللي منهم كتير أحسن مني مليون مرة، وفي منهم زي حالاتي كده على قد حالنا، أنتوا عملتوا إيه بالظبط يا فندم؟ طيب أولا أنا أحب أرسل تحياتي لكل مشاهدين القناة الأولى من جنوب الصعيد في مصر، وثانيا بحب أشكر حضرتك وفريق الإعداد على إلقاء الضوء على أهمية وربط البحث العلمي بالصناعة لمواجهة النمو الاقتصادي. خليني أقول كده ببساطة فكرة البحث في كلمتين. أيوه. إحنا يعني ببساطة كده بنقول إن إحنا حولنا مواد النفايات لمواد ذات قيمة اقتصادية، يعني زي ما بنقول بالبلدي كده بنحول الفسيخ لشربات مهلبية وحاجات حلوة مفيدة. جميل. ببساطة كده قدرنا، انت حضرتك تسمع عن اللي هو السيمنت الانداس، او خلينا نقول غبار الاسمنت. طبعا مصانع الاسمنت عندنا حوالي 18 مصنع على الاقل، وبينتج كميات كبيرة وهائلة من الويست ده. الويست ده يعني تقريبا ما بيستخدمش، فاحنا قدرنا نحوله لمادة ذات قيمة. الكيلو الواحد، الكيلو جرام منها بيكلف عالي النقاوة طبقا للموقع ألدريش وسيجما 183 ألف جنيه الكيلو الواحد. الكيلو؟ الكيلو الواحد ب 183 ألف جنيه. ألف جنيه. طيب خليني أكلم حضرتك كده بشوية يعني أرقام. طبعا. اسمح لي يعني، معلش. أرجوكي أرجوكي قولي. احنا الاحصائيات بتقول ايه؟ بتقول ان السعه الانتاجيه للاسمنت بقت في 2020 وصلنا الى 82 طن، 1000 طن، وفي 2021 مليون طن، 84 مليون طن، وان تكلفه الطن الواحد من الاسمنت بيدي فاقد حوالي 2% من الخامه الاصليه، لحوالي من 54 ل 200 كيلو جرام غبار من الاسمنت. الغبارة دي حضرتك انتوا بتشوفوها كتير جنب مصانع الاسمنت، بتبقى حاجة كده ضغط جامد وبيعمل مشاكل كتيرة في البيئة. ان كمان تكلفة انتاج الواحد طن من الاسمنت بيكلف وقود ما يعادل من 90 ل 110 كيلو واط. الساعة التشغيلية الواحدة لمصنع الاسمنت من 35 ل 40 ميجا واط. يعني انا بتكلم في كم كبير من اهدار للمواد الخام وما استفدناش منها. فكان هنا بقى الفكره والهدف، ان احنا بقى الهدف بالنسبه لنا واضح، وهي رقم واحد الاستفاده من المخلف ده، حيث ان المخلف ده بيحتوي على 60% من الكالسيوم، يعني حاجه كده زي المحاجر بالظبط، 60% تحتوي على الكالسيوم، وقدرنا نحضرها لماده نقيه جدا بالتحاليل الكلام ده طبعا، تمام، الترا بيور، وحولناها لماده الهيدروكسي اباتايت اللي ليها استخدامات كبيره جدا وكتيرة جدا زي ما هذكرها لحضرتك في عجالة. يعني رقم ثلاثة، المادة دي قدرنا نحولها تستخدم كعامل حفاز لإنتاج نوع من أنواع الوقود بنسميه 2 ترانس بيوتين. مش بس كده، يعني ده كان اتنشر طبعا في المجلة الإمباكت فاكتور بتاعها حوالي 5.7، والسايت كور حوالي قريبة 9.8، يعني حوالي 10 في السفير، وكان ولقى يعني الحمد لله رب العالمين، نحمد الله كثيرا ان هو لقى استحسان كل الناس والإديتورز وكل المجالات العلميه. عظيم.
احنا بقى يعني ده بقى اللي هو الغرض، اللي هو تحويل المخلفات لمواد ذات قيمة ليها مردود. يبقى انا حولت خلصت من تراكمات النفايات اللي بتهدد الصحه، اللي بتغير لي المناخ، اللي بتغير في الميه، اللي بتقلل الماده الاوليه اللي انا بشتغل عليها، المواد الخام بتاعتنا، بحمي الموارد الطبيعيه، بكلف وانتج بطريقه سهله ومش غاليه. وشوف حضرتك ان احنا بنتكلم في 1 كيلو بيكلف قد ايه؟ 183 الف جنيه مصري. طيب لا ده سعره ولا تكلفته؟ المواد النانومترية في حجمها واللي حضرتك عشان تحصل عليها وفي نقاوة عالية، فإحنا بنستخدم تكنيكات كتيرة جدا، تمام؟ فكل ما نزلنا الكوست بتاعتنا باستخدام المادة الأولية اللي بدأنا بيها، كل ما هينزل لك الكوست أسيسمنت للمركب بتاعنا. عظيم. تمام. الاسعار دلوقتي زي ما احنا طبعا بننتج، احنا بنستخدم حتى الهيدروكسي اباطايت اللي احنا حضرناه ده حاجات كتيرة تاني غير بس ككاتاليست أو كعامل حفاز. العوامل الحفازة زي ما حضرتك عارف في العمليات الصناعية 80% من العمليات الصناعية بتحتاج العامل الحفاز. طبعا. زي إيه مثلا؟ زي مثلا شكمان العربية عندنا، تمام، بتكسر لي المواد دي يطلعها مواد. العامل الحفاز ده كده ببساطة عشان نشرحها للسادة المشاهدين، عامل زي إيه؟ اتنين متخاصمين، فهو بقى واحد كده ابن حلال يمسك إيد ده ويمسك إيد ده يوفقهم تعالوا سوا. تعالوا انتوا كده، اول ما يسلموا على بعض يبدا التفاعل، يطلع هو بقى. طيب دكتور صفاء، يمكن اتفضل هستاذن حضرتك في اسئله سريعه، اللي هي اسئله البسطاء اللي زي حالاتي، اللي هي مثلا على سبيل المثال تكلفه انتاج الكيلو كام، او تكلفه انتاج الطن؟ احنا حسبناها على اللاب سكيل بالكيلو، يعني ماشي. احنا بنكلف حوالي، بنتكلم في حدود من 2000 من 2000 جنيه تقريبا، يعني من 2000 ل 3000 جنيه، ده عشان نوصله لعالي النقاوه، في حين هو في سيجما ب 183 الف. شوف حضرتك بتتكلم من 3000 ل 100، يعني انت بتوفر 180 الف جنيه يعني تقريبا. طيب لو انا استخدمت هذا الكيلو، او لو انا اشتريت الكيلو ده بعد ما يصبح مواد عاليه النقاء، لو انا كنت بشتريها من حته، بشتريها بكام؟ 183 الف جنيه. 183، يعني ده معناه انه الطن منها ب 183 مليون. هضرب حضرتك على طول في 1000. حلو قوي. انا بقى عندي مخلفات تقدر بكم طن؟ كل المخلفات دي مثلا كام حضرتك؟ تقريبا احنا اتفقنا ان طن الاسمنت بيدي فاقد حوالي 2.5%، يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت 300 طن هتضرب على طول في 2%، مفهوم، يديك المخلف ده. طيب هل احنا عملنا، أنا عارف إن ممكن كعلماء وباحثين مش معنيين قوي بالقصة دي، لكن هل من الوارد إنه يتعمل دراسة كمية؟ يعني في حالة الإنتاج الكمي اقتصادياً، هقدر أقول إذا كان ده مجدي اقتصادياً ولا لأ؟ بستخدم جزء عندي أو بصدر الباقي، يعني حاجات كده. عارف حضرتك المادة دي لوحدها، إحنا دي أول شغل اللي اشتغلناه اللي هو ككاتاليست كعامل حفاز. وكمان بيحول المادة دي لوقود، تمام؟ فأنا كده استفدت كذا استفادة، مش استفادة واحدة. أنا طبعا حضرت الويست، وبعد كده حضرت المادة دي نقية، ورقم ثلاثة استخدمتها كمادة لإنتاج الوقود البديل، تمام؟ ده ثلاثة. وكمان ممكن نستخدمها هي نفسها المادة دي، بتدخل حضرتك في إيه مثلا؟ في الكوزموتيك، في الحاجات اللي هي كفيلر بيستخدموه للوش والكفين والكلام زي كده، بيستخدم كمواد رج للكالسيوم وهشاشة العظام، في هندسة أنسجة العظام، في معجين الأسنان، في المواد اللي بتدخل في تركيب الأدوية عشان تبقى دراج ديليفري، ترميم اللثة، زراعة الأسنان. يعني كل ده من مخلفات أسمنت؟ بالظبط، هو عشان احنا حولناها لمادة نقية. هو احنا بننتج كام طن اسمنت تقريبا يا فندم لو عند حضرتك الرقم؟ والله بننتج كام؟ حوالي، خليني كده ارجع اقول لحضرتك، حوالي 2021 حوالي 84.5 مليون طن في سنة 2021. 84.5 مليون؟ 1 2 3 طن. انا ايه ده؟ 84.5. ده احنا كمان المادة دي هنستخدمها ان شاء الله في ازالة، في استخدام تنقية المياه الجوفية ومياه الصرف
في إزالة الحديد والمنجنيز. وعلى فكرة احنا برضو ما عملنا الحمد لله رب العالمين. انا كنت بس عايزة اقول لحضرتك ان انا ده فريق كان مكون من المرحوم الاستاذ الدكتور سامح احمد حلوي استاذ الكيمياء الفيزيائيه رحمه الله عليه، وده زوجي العزيز الله يرحمه، توفى من 4 شهور في 2/9 اللي فات. وهو طبعا هو استاذ المعمل وهو صاحب الفكر يعني، وهو كان حاصل على الدكتوراه من جامعه الملكه في انجلترا. ومعانا الاخ الزميل العزيز الدكتور عادل عبد القادر استاذ مساعد الكيمياء الفيزيائيه وتخصص في الطاقه المتجدده. معانا الاخ العزيز علينا جدا الدكتور احمد ابراهيم عثمان، بيشتغل في جامعه الملكه في كليه الهندسه الكيميائيه وصاحب قناه العلم تيوب برضو في انجلترا. ومعانا ابننا الغالي دكتور محمود نصر معيد بقسم الكيمياء، وده يعتبر ابننا يعني وباحث نشيط ممتاز. وطبعا انا معاهم. وعلى فكره احنا دي مش اول مره نشتغل على المخلفات، احنا كمان نشرنا بحث محترم جدا في السيفير برضو تدوير مخلفات الالومنيوم وتحويلها لمواد الزيولايت لتنقيه المياه من عصر الميه، وبرضو بتكلفه زهيده جدا يعني الحمد لله كلها. والدكتور عادل اشتغل برضو على الداي ميثايل ايثر برضو ككاتاليست من المواد اللي هي تدوير المخلفات. فاحنا المعمل ده كله شغال اصلا على تدوير المخلفات المحيطه بينا في الجامعه، وخصوصا ان احنا عندنا في الصعيد مصانع الالومنيوم جنبنا، عندنا حوالي مصنعين اسمنت جنبنا في محافظه قنا، عندنا كمان تدوير مخلفات اشتغلنا عليها لشركه السكر وتكوين كربون عالي النقاوه بارقام جهيده يعني. والحمد لله كل ده منشور في ابحاث كلها قيمة وكلها في مجلات كيو 1 والسيفير وعلى مستوى راقي الحمد لله رب العالمين. دي حاجة تشرف. ودكتور أنا متشرف جدا بهذه المكالمة وابدأوا بقى كده شوفوا يا ترى هل ترى في حال الانتاج الاقتصادي دي تبقى تكلفتها عاملة ازاي لإدارة منشأة كاملة لهذا التدوير. احنا بنتكلم تقريبا بالحسبة بتاعت حضرتك حوالي 1670 طن سنوي من هذه المادة تقريبا يعني يا ميسر الحال. أنا عايزة أقول إحنا ده أملنا، إن عندنا أمل إن كل مصنع يبقى مصنع من المصانع الكبيرة يبقى عنده مصنع كمان صغير جنبه لتدوير مخلفاته. طبعا. وطبعا والله البحث العلمي خير في مصر فعلا طبعا. يعني. طبعا. وأنا مش عايزة أقول لحضرتك إن دي هتبقى يعني حاجه جميله جدا نحقق اهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030، ويبقى كل مصنع جنبه بقى او الفريق معاه اللي هو يدور له المخلفات دي. مصنع التدوير بتاعه ليه؟ طب ما ده خساره كبير مطلوب وانا ممكن اتصدر طبعا يعني اعمل جنبه مصنع صغير تمام، بحيث ان انا نتمنى ذلك يعني ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله باذن الله. باذن الله كله خير. انا اشكرك جدا دكتور صفاء النحاس الاستاذ المساعد في الكيمياء الفيزيائيه بكليه العلوم بجامعه جنوب الوادي في قنا، واحده من اعضاء هذا الفريق البحثي العظيم.